يعني عطاهم واحد بوقعة بين جوج الأسر. دابا تخلقنا من جديد، حنا عاد تخلقنا عمر جديد. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. حنا فرحانين وباغين بليصتنا نمشيو لها قريب ما وبعيد. دابا كنقول للسيد الوالي محمد المهدية الله يحفظك لنا والله يجازيك بخير. من قلب الاجواء ديال ساكنه عين قنا مغوغه الكبيره طنجه طريق تطوان الملحقه الاداريه 19 الشرف مغوغه، كنشاركوا هذه الفرحه هذه اللي ساهم فيها السيد الوالي محمد المهدية جهه طنجه تطوان الحسيمه. كنشكره شكرا جزيلا باسمي نيابة عن الساكنة الله يجازيكم بخير السيد الوالي على هذه المبادرة القيمة اللي قمتم بها تجاه الساكنة هذه، وراها الساكنة حاليا راه فرحانة وكتستبشر بالخير وكتشكركم. يعني عطاهم واحد بقعة بين جوج الأسر وبقعة كبيرة قالوا كما هكا جزيئة النور شطر أو، شطر أو يعني تابعة هكا المطرح العمومي أعزكم الله سابقا، على اليمين ديالو راه فاين. حنا المهم مزيان هاد المبادره ومزيان، وحنا ماشي ضد الرقي دائما وماشي ضد الازدهار وماشي ضد التعمير، ولكن الله يجازيكم بخير. كنزيدوا ناكدوا على المحسنين بحال وجه السيد الوالي والسلطه المحليه الله يجازيهم بخير انهم يبادروا لهم بتجهيز الارض. يعني دابا الناس مساكن راه مش اللي مخبع عند عائلته، ها اللي كاري، ها اللي المهم الناس راهم مساكن يعني شافوا واحد الامال، يعني التمسوا واحد الخير، ولكن الله يجازيكم بخير. حاولوا تقولوا لشركة العمرة البوغاز انها تعجل بالارض لهاد الناس هادو، لان الحاله يرثى لها. راه مساك لا الموعد مفتوح، ما عطاوش موعد محدد، انما شنو هو احنا دائما كنلتمسوا، دائما كنستعطفوا دائما. لا انا من يدخل السيد الوالي هذا الجديد ديال محمد المهدية جهه تطوان الحسيمه طنجه، دائما استبشرت منه خير وفعلا استجب لهاد الناس وفرح هاد الناس. دابا اللي كنقول له لان كاين دابا الارض فوقاش تعطى لهم ما عارفينش، يعني السيد الوالي خاصنا يعطي التعليمات ديالو الساميه لشركه العمره البوغاز انها تسرع، لان حاليا مازال ما بداش الاشغال. دابا يعني مازال حتى البدايه ديال الاشغال في هاد الجزيئه النور شطر او مازال ما تبداتش، ولهذا الله يجازيه بخير السيد الوالي يعجل. راه الناس على البلاط، يعني الا بغيتي تقول العشاء على الله والغداء على الله والفراش على الله، ولا سيما راه تحرقوا. شغنقول لك اولدي، حاشا الملك، اول حاجه حاشا الملك من بادر بينا، حنا باغيين، حنا فرحانين وباغيين بليصتنا نمشيو لها قريب ما وبعيد، قرب ما وبعيد. السي المهيدية كنشكروه والله يطولنا عمره، كنشكروا القايد وكنشكروا كتيب العام، كنشكروا رئيس الدائره، كنشكروا المقدم ديالنا الله يجازيه، وكنشكروا السلطه داخل المغرب خارج المغرب واللي تعامل معنا. اي واحد من المغرب خارج المغرب داخل المغرب كندعيو معاه، ورحنا هالفرحه اللي فرحانينها بالاستفاده ديالنا وفرحانينها بالعمر ديالنا اللي من هنا من النار ما متناش ما تحرقناش، حنا كفرحين بحال العاد. دابا تخلقنا من جديد، حنا عاد تخلقنا عمر جديد. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. وكنشكروا القايد ديالنا الله ينصره، والسي محمد المهيدية الله ينصره، الله يخليه نواره فوق الشعب فيما كان. كنشكروا سيدنا، كنشكروا السلطه فيما كانت داخل المغرب خارج المغرب. ولكن هذا الصوت هذا نيابه عنهم كنشكروا هذا الموقع ديال طنجاوي اللي كان كي دائما كيواكب هذا الحدث المؤلم اللي كان شحال هادي اكواخ بلاستيكيه، وكنا عايشين عيشه مقهوره، ولا سيما حنا بوابه اوروبا وعاصمه الشمال وطنجه الكبرى. يعني كنشكرهم شكرا جزيلا على هذا، لحد الان مازال هما سمعوا الفرحه ديال الساكنه وجاو يشاركونا في الفرحه. كذلك كنشكروا الطاقم الاخر من السلطه المحليه، ما تنتقصوا حتى شي واحد وما كننقصوا من القدر حتى شي واحد منهم. السيد الكاتب العام الله يجازيه بخير، حتى هو اللي شرف على هذا الملف، والشؤون العامه الشاف ديالي الله يجازيه بخير، وزيد عليهم رئيس الدائره
كمال خضري الله يجازيه بخير، وزيد عليهم حتى القائد الملحق الاداريه التاسعه الشرف مغوغا الصديق العيش، الله يعيشه في السعاده والخير باش يكمل مع هاد الناس هذا. وراه الفرحه ما تعرفش هاد هاد الفرحه اللي غمرت النائب الساكنه اللي كنت هز الثقل وهز الحمل على هاد الساكنات. انا خصني نشوفهم فرحانين، انا استفدت من برنامج مدن بدون صفيح، كذلك خاصني هاد الصبيان وهاد النساء وهاد الارامل وهاد الرجال خاصني نشوفهم فرحانين. وانا كملت الفرحه ديالي دابا عاد بحال اللي عاد خلقت من جديد، والله العظيم الا عاد خلقت من جديد ملي شفت واحد النور اللي تهدى لهاد الناس هادو لانهم يستحقوا فعلا. كملوا مع هاد الناس الله يجازيكم بخير، وانا جيت فرحان اقسم بالله العلي العظيم جيت فرحان. وكان شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.